بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مع قناه درس رياضيات اونلاين جدول الضرب للاعداد 2 و3 و4 و5 لكل حبايبنا بطريقه جديده طريقه مبتكره. الطريقه دي انا سميتها الطريقه العنكبوتيه لانها بتعتمد على خطوط متعامده او خطوط راسيه وخطوط افقيه. تعالوا كده نشوف ازاي بنستخدم الطريقه العنكبوتيه ديت لحل جدول الضرب 2 و3 و4 و5 بطريقه سهله جدا وبدون حفظ وبدون اي تفكير. نشوف كده مع بعض جدول 2. جدول 2 بما ان العدد 2 هو اللي بيمثل الجدول 2 يبقى هعمل له خطين راسيين بقى عندي بقى العدد المضروب في 2 هعمل له خطوط عرضيه. وبالتالي هيتكون عندي حاجة اسمها شبكة زي شبكة العنكبوت. تعالوا كده نشوف مع بعض. 2 في 2 طبعا هنا الاتنين اللي, اللي هي بتمثل لي جدول الاتنين بعملها خطين رأسيين واسهل حاجة على الطفل ان هو يرسم الخطوط سواء كانت الرأسية أو الأفقية. نشوف العدد المضروب في 2، العدد المضروب في 2 واللي أنا برمز له باللون الأحمر هعمل له خطين بس الخطين هيبقوا أفقيين يعني خطين بالعرض. تعالوا كده نشوف ادي الخطين بتوعنا بعد كده اعمل ايه اعمل نقاط تقاطع تعالوا كده نشوف ادي نقطة تقاطع وادي نقطة تقاطع وادي نقطة تقاطع وادي نقطة تقاطع نعد النقاط واحد اتنين تلاتة اربعة اذا اتنين في اتنين بتساوي أربعة بكل بساطة وبكل سهولة وبدون حفظ طيب نجرب الطريقة دي مع الاثنين في ثلاثة زي ما تعودنا الجدول اللي بيمثل او العدد اللي بيمثل الجدول بتاعي بعمل له خطوط رأسية بما ان احنا بنتعامل مع جدول اتنين دلوقتي يبقى هعمل الاتنين ديت او هعمل لها خطين رأسيين طيب بعد كده نشوف العدد المضروب في اثنين العدد المضروب في اتنين هو الثلاثة هعمل لها خطوط افقية يبقى الثلاثة هعمل لها كم خط افقي ده من اسمه هعمل لها ثلاث خطوط افقية بالشكل ده ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة بعد كدة اعمل نقاط التقاطع سهل جدا نقاط التقاطع ادي واحد ودي نقطة ودي نقطة ودي نقطة ودي نقطة ودي نقطة نعد نقاط التقاطع كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اذا اتنين في تلاتة كم تساوي تساوي ستة طيب نجرب الطريقة ديت مع الاثنين في اربعة طبعا احنا في جدول الاتنين يبقى الاتنين هعملها خطين رأسيين ديت ثابته اشوف العدد اللي انا بضربه في اتنين العدد اللي انا بضربه في اتنين هو كام هو الاربعة الاربعة هعمل لها خطوط ايه افقية طب الاربعة من اسمها هعمل لها كم خط افقية هعمل لها اربع خطوط تعالوا كده نشوف مع بعض ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة عملنا اربع خطوط افقية بعد كده بعمل نقاط تقاطع ادي نقاط التقاطع بتاعتي زي ما احنا شايفين نعملها كلها وما ننساش ولا نقطة بعد كده اعد نقاط التقاطع واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اذا اتنين في اربعة بتساوي كام بتساوي طب نشوف كده اتنين في سبعة بما ان الجدول بتاعنا هو جدول اتنين يبقى هعمل الاتنين ديت خطين رأسيين والعدد بقى المضروب في اتنين هعمل له خطوط افقية السبعة هعمل لها كم خط افقي السبعة من اسمها يبقى لها سبع خطوط افقية آدي خط اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، كده عملنا ايه سبع خطوط، بعد كده بعمل نقاط التقاطع واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، وهنا برضو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، نعد النقاط كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، عند كام نقطة؟ 14، إذا 2 × 7 بتساوي كام؟ بتساوي 14، من غير حفظ ومن غير أي تفكير. ده بالنسبة لجدول 2. طب بالنسبة لجدول 3، هنستخدم برضه نفس الطريقة. احنا انتقلنا دلوقتي من جدول 2 إلى جدول 3. بما اننا في جدول ثلاثه يبقى الثلاثه هعمل لها كام خط بقى راسي؟ هعمل لها ثلاث خطوط راسيه هيبقوا ثابتين معانا. ونشوف العدد المضروب في الثلاثه، يعني هنا ثلاثه في اثنين. الثلاثه وهي تمثل جدول الثلاثه بعمل لها ثلاث خطوط راسيه ثابتين زي ما تعودنا. نشوف العدد اللي هو المرمز باللون الاحمر هعمل له بقى كام خط بقى؟ هعمل له خطين بس خطين نوعهم ايه؟ خطين افقيين. تعالوا كده نشوف. ادي خط وادي خط بعد كده بعمل نقاط التقاطع بتاعتي بالشكل ده اعد نقاط التقاطع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اذا تلاتة في اتنين بتساوي كام بتساوي ستة طيب نجرب كده مع التلاتة في تلاتة طبعا التلاتة اللي بتمثل جدول التلاتة بنعمل لها تلات خطوط رأسية ثابتة زي ما تعودنا نشوف العدد المضروب في تلاتة العدد المضروب في ثلاثة هو الثلاثة طيب الثلاثة بقى دي هعمل لها خطوط شكلها ايه طبعا خطوط افقية يعني خطوط بالعرض ثلاثة هعمل لها كم خط افقي من اسمها ثلاثة يبقى هعمل ثلاث خطوط أفقية. ادي واحد ادنين ثلاثة ادي ثلاث خطوط بعد كده بعمل نقاط التقاطع سهلة جدا نقاط التقاطع اها وبعد كده اعد النقاط بتاعتي اوصل لحاصل الضرب يبقى 3 في 3 بتساوي كام تعال نعد نقاط التقاطع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اذا 3 في 3 بتساوي 9 طيب نجرب ال 3 في 5 نشوف كده مع بعض ال 3 اللي بيتمثل جدول ال 3 زي ما قلنا لها 3 خطوط راسيه ثابتين نشوف بقى العدد المضروب في 3 المرمز باللون الاحمر هنعمل له خطوط افقيه يعني خطوط بالعرض هنا الخمسه هعمل لها كم خط افقي الخمسه من اسمها يعني هعمل لها خمس خطوط افقيه ادي خط وادي خط وادي خط وادي خط وادي خط ادي كده خمس خطوط بعد كده بعمل نقاط التقاطع بالشكل ده اوعى تنسى اي نقطه بعد ما بنتهي من نقاط التقاطع بعدها والعدد بتاع نقاط التقاطع هو حاصل الضرب تعالوا كده نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن ثلاثة في خمسة تساوي خمستاشر طب نجرب مع التلاتة في سبعة ونشوف التلاتة اللي بتمثل جدول التلاتة لها تلات خطوط رأسية ثابتة زي ما تعودنا العدد المضروب في ثلاثة اللي أنا ملونه باللون الأحمر هنعمل له خطوط نوع الخطوط خطوط عرضية يعني خطوط أفقية السبعة من اسمها هعمل لها كم خط أفقي سبعة يعني هعمل سبع خطوط آدي السبع خطوط آدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عملت كم خط سبعة بعد كده اعمل نقاط التقاطع ومنساش ولا نقطة ادي نقاط التقاطع بتاعتي وابقى اميزها عشان ايه لما اجي اعد منساش اي نقطة ايه فيهم مجموع نقاط التقاطع هيمثل لي حاصل الضرب

طب بالنسبة لجدول أربعة نفس الطريقة جدول أربعة يعني العدد أربعة يبقى هعمل للأربعة ديت أربع خطوط رأسية هيبقوا ثابتين معانا في أي عملية ضرب خاصة بجدول أربعة نشوف الثلاثة في أربعة أو الأربعة في ثلاثة الثلاثة طبعا اللي لونها أحمر ديت هعمل لها خطوط شكلها إيه خطوط أفقية يعني خطوط بالعرض الثلاثة من اسمها هعمل لها كم خط هعمل لها ثلاث ادي ثلاث خطوط بعد كده ما انساش نقاط التقاطع بتاعتي ادي نقاط التقاطع بعد كده بعد نقاط التقاطع هيطلع لي حاصل الضرب نعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر اذا اربعة في تلاتة بتساوي اتناشر طب نشوف اربعة في ستة الأربعة طبعا أربع خطوط رأسية لأنها بتمثل الجدول ده اسمه جدول أربعة طيب هضربها في الستة الستة اللي هي باللون الأحمر ديت هعمل لها خطوط أفقية يعني خطوط بالعرض هعمل كام خط من اسم الستة يبقى هعمل ست خطوط نشوف كده أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ست عملت ست خطوط نعمل بعد كده نقاط التقاطع بتاعتي ادي نقاط التقاطع الموجودة عندي اهيت زي ما احنا شايفين وبعد ما انتهي من نقاط التقاطع بعمل ايه اعد النقاط يطلع لي حاصل الضرب تعالوا كده نعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اثنا عشر 13 14 15 16 17 18 19, 20 21 22 23 24 اذا 4 في 6 بتساوي كام؟ بتساوي 24 طيب نشوف ايه الاربعه في 8 الاربعه بتمثل لي جدول الاربعه هعمل لها اربع خطوط راسيه طب والعدد المضروب في 4 كام؟ هو ال 8 يبقى ال 8 اعمل لها كام خط؟ هعمل لها 8 خطوط بس 8 خطوط افقيه يعني بالعرض ادي خط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بعد كده أعمل نقاط التقاطع بتاعتي بالشكل ده وما انساش أي نقطة عشان أوصل لحاصل الضرب الصحيح طريقة يا ولاد سهلة جدا وما بتعتمدش على الحفظ خالص بتعتمد على الذكاء والعبقريه مش محتاجه حتى اي مجهود وبتوصل للناتج بكل بساطه وبكل سهوله والناتج بيبقى صحيح 100% كده خلصنا النقاط نعد النقاط بتاعتنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

وطريقه شيقه وسهله جدا وبسيطه وما بتعتمدش على الحفظ على الاطلاق، يعني اي طالب يعاني من صعوبه في حفظ جدول الضرب يستخدم الطريقه دي. نشوف جدول خمسه، بما اننا في جدول خمسه يبقى الخمسه ديت هتبقى ثابته. هنمثل الخمسه ديت بخمس خطوط راسيه ثابته معانا. اما العدد المضروب في خمسه بمثله بخطوط افقيه يعني خطوط بالعرض. نشوف كده الخمسه هضربها في الخمسه، يبقى الخمسه اللي هي باللون الاحمر ديت هعمل لها كم خط بقى افقي. خمس خطوط ادي خمس خطوط بعد كده اعمل نقاط التقاطع بالشكل ده وبعد ما انتهي من نقاط التقاطع اعدها بشكل كويس جدا وبالتالي اوصل بكل سهوله لحاصل او لناتج الضرب بدون اي تعب تعالوا كده نشوف بقى ونعد نقاط التقاطع

اما العدد المضروب في خمسه فبعمل له خطوط افقيه العدد اللي بضربه في خمسه هو كام السبعه يبقى اعمل سبع خطوط افقيه بالشكل ده وبعد كده نعمل نقاط التقاطع واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره ثلاثة اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية تسعة عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين واحد وثلاثين اثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين أربعة وثلاثين خمسة إذا خمسة في سبعة كم تساوي تساوي خمسة وثلاثين طيب نشوف الخمسة في تسعة التسعة اللي ملونة باللون الأحمر هنعمل لها خطوط إيه؟ أفقية نعمل تسعة خطوط أدي خط اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ونعمل النقاط بتاعت التقاطع واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشرين، واحد وعشرين، اثنين وعشرين، ثلاثة وعشرين، أربعة وعشرين، خمسة وعشرين، ستة وعشرين، سبعة وعشرين، ثمانية وعشرين، تسعة وعشرين، ثلاثين، واحد وثلاثين، اثنين وثلاثين، ثلاثة وثلاثين، أربعة وثلاثين، خمسة وثلاثين، ستة وثلاثين وثلاثين ثلاثه اربعه خمسه سته 37 38 39 40 41 42 43 44 45 إذا 5 في 9 تساوي 45 يا رب تكون الطريقة عجبتكم لو عجبتكم الطريقة نعمل لايك وشير واشتراك ونعرف أصحابنا وأصدقائنا بإسم هذه القناة قناة درس رياضيات أونلاين أشوفكم على خير مع فيديو جديد ومعلومة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته